جديد، صباحكم خير مشاهدينا الأكارم، إلى لقائنا الحواري الأول لليوم بصباحنا ليوم الخميس. طبعا راح يكون عن السباحة، فهو ابن عائلة عشقة المياه وحصدت الجوائز ومثلت سوريا عبر أكثر من جيل في البطولات العالمية. طبعا لم يقتصر عشق السباحة لديه، إنما انتقل إلى أبنائه وإن شاء الله أجيال وأجيال متعاقبة. بداية اسمحوا لي رحب بضيفي الموجود معي هنا في الاستديو، السباح محمد زيدان. أهلا وسهلا فيك كوتش. أهلا وسهلا فيكم، صباحك خير، منورنا. هلا خليني اول شيء احكي بحاليا الكوتش محمد عم يدرب الصغار على السباحه، اسالك كيف الاقبال على تعلم السباحه؟ نحن مدينه اللاذقيه، مدينه ساحليه، شط البحر لا يبعد عنا الكثير، يجب ربما على الجميع ان يعرف كيف يسبح. كيف تجد تعليم الاطفال السباحه واقبال الاطفال على السباحه؟ بالنسبه لتعليم السباحه، نحن بمدينه اللاذقيه اول مين اسس مدارس لتعليم السباحه بالمسبح الاولمبي منذ افتتاحه بعد دورة المتوسط. وهالمدرسة بالمسبح الأولمبي لاقت إقبال كبير على السباحة، وتعلم السباحة يعني كتير حلو للطفل أن يتعلم السباحة. صح. ونحن بهالأزمة بهالظروف هاي بعد فك الحظر رجعنا افتتحنا المسابح بمحافظة اللاذقية كلها وبسوريا كلها، وكان الإقبال شوي قليل بالنسبة للسنوات السابقة كونها الظروف هي المخوف العالم، بس نحن بننصح العالم أني ما في شيء، وأهله وسهلا يسجلوا أطفالهم أخذين الحيطة والحذر، أخذين الحيطة والحذر، تعقيم المسابح، نحن باعتبار مسابح مية كلور حلوة، تعقيم يومي، فلترة يومية، مواد تعقيم مناسبة للمياه، الأطفال بيدخلوا على المسبح كلهم تعقيم، المسبح كل يوم تعقم من الصباح، مسبح الأولمبي، المسابح الموجودة باللادية كلها بسوريا كلها أخذ الحيطة والحذر لاستقبال الأطفال، ويعني وموجود كافة وسائل الأمان بهالمسابح. من كونك حكيت بالموضوع كابتن محمد، لو سألتك يعني التعقيم ليس فقط المياه، يجب أخذ الحيطة والحذر أيضا بالأسطح بالأراضي بشكل عام، بالمسبح، بالمشالح، بالمغاسل، بالأدواش، كله تعقيم يومي بكل المسابح بعتقد الموجودة بمحافظة اللاذقية وبمحافظات سورية كلها، الكل عم يأخذ الحيطة والحذر. طيب الكابتن محمد، يعني بعد هالسنين الطويلة بالسباحة وحاليا بتعليم السباحة، يعني وين بتشوف المتعة أكثر، بالسباحة أم بتعليم الجيل القادم السباحة؟ هلا نحن بعد ما كنا سباحين وصرنا مدربين ومسؤولين عن السباحة بهالمحافظة، حبينا نعمل شيء لهالبلد، نطلع من مدارس التعليم أطفال يمثلوا البلد ويتدربوا. نحن عندنا مراكز للموهوبين، مراكز تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي واللجنة التنفيذية، ننتقي هالأطفال لندربهم للمشاركة بالبطولات. والمتعة بتدريب الطفل ان انت علمته للطفل حمايته من الغرق، وكون اللاذقية على البحر يعني صاير اكثر منه حماية للطفل لتعليم السباحة. وبنوجد المتعة بعد ما بيتعلم الطفل نعمل مهرجان السباحة، المتعة الحقيقية اني بتشوفها لما بيسبح الطفل اربع انواع السباحة وبتأهله للبطولة، الاهل بيفرح، الولد بيفرح، يعني انت عم تأهله ليصير بطل ويشارك بطولات جمهورية، بطولات محلية، في منهم اطفال عندنا من مدارس التعليم وصلوا لبطولات عرب وصاروا ابطال عالم، امثال ادهم زيدان، صلاح زيدان، في ابطال كثير من مدارس التعليم تخرجوا معنا باللاذقية وصاروا ابطال السباحة. صح. هلا بموضوع الاطفال والجيل القادم يعني من السباحين السوريين، لو سالتك كوتش محمد، يعني السنين العمريه اللي بتدربوا فيها، طرق السباحه ربما، كم تحتاج الى وقت كي يتقن الطفل السباحه تماما، يعني هيدي التفاصيل حول تعليم وتدريب الاطفال السباحه. نحن الطفل فاتحين الدورات، هي في دورة 3 شهور ودورة شهرية. أكثر شيء الأهالي بيعتمدوا أن بيسجلوا الطفل لمدة شهر. بهالشهر نحن بنعلمه السباحة، أول شيء العوم، اللي عنده رغبة يستمر بالتدريب بيسجله شهر ثاني، بنعلمه فنون السباحة. السباحة لها أربع أنواع: فراشة، ظهر، صدر، حرة. في أطفال موهوبين بيتقنوا الأربع سباحات بثلاث شهور بيتقنوا الأربع سباحات كبداية، بعدين نحن بنستمر بتدريبهم من ضمن المنتخبات اللاذقية او المراكز التدريبيه المفتتحه باشراف الاتحاد الرياضي،
ومن هالمدارس المراكز هذا بيصير عندنا طفل موهوب ليشارك بالبطوله. وهالاطفال موهوبين يعني قليل لتلاقي بين 10 اطفال بيطلع لك طفل واحد. المتعه فيه اني بتلاقيه بثلاث شهور بيتخذ نوع من السباحه. نحن بالبطولات بنعرف عنا الطفل مين قوي بالحره بالفراشه بالظهر، بيطلع تميز بين الاطفال كلها على انواع السباحه. اكثر شيء نحن بنعتمد ببدايه الطفل بسباقات الحره لان هي اسهل سباحه بيتعلمها الطفل، بنعلم اتقانها سريع حتى بالنسبه للي ما بيعرف يسبح الطفل الجاي ليتدرب. اول شيء بنعتمد على الحره، بنقول سباحه الحره العوم، بعدين بنعلمه سباحه الحره لان سهله على الطفل تعليمها بيتعلمها. واللي بحب يستمر باطفاله للتدريب لاهله لبطل سباحه، نحن عندنا مدربين مؤهلين معتمدين من اتحاد السباحه قادرين نوصل لهالشهاده، وصار عندنا ابطال جمهوريه بمحافظه اللاذقيه عم يشاركوا بالبطولات ويحرزوا مراكز متقدمه على مستوى الجمهوريه. حلو كثير. طيب الفروق الفرديه باثناء التدريب كوتش، يعني حضرتك مثل ما تفضلت ببدايه جوابك انه ممكن يكون الطفل موهوب يتقن الاربع انواع من السباحه بظرف ثلاث شهور. طب احيانا الفروق الفرديه كيف تتعامل مع ما انت عم تدرب جروبات اطفال مع بعض؟ ممكن يصير في غيره، حدا انه ما يحب يتابع بهالموضوع، علما تفضلت بالذكر انه هو موضوع هام، انا حميته للطفل من الغرق لا سمح الله. بالبدايه عندنا اطفال بسجلوا عندنا كل موسم. في اطفال بيسجلوا عنا بالصيف، بيستمروا عنا صيف وشتي. في تباع كون عنا بالمدينه مسبح شتوي، في استمراريه للتدريب. بيجينا نحن مقسمين الاولاد لمجموعات، كل مدرب بياخذ مجموعه، والمدربين عنا كلهم معتمدين ومعتمدين بشهادات تدريب ومن اتحاد السباحه بالنسبه للمدارس وللمدربين. كل مدرب مسؤول عن 10 اطفال. بهالعشر اطفال بيجي اهل بيسجلوا ابنه، بيشوفوا طفلين ثلاثه سباحتهم مميزه، بيقولوا لك ليك هذا سباحته حلوه، ليش انا ابني بشهر ما صار هيك؟ بنجي نحن بنتعب مع الاهل بنقول هذا له سنتين ثلاثه عنا، يعني ليتعلم الطفل ليتقن السباحه ويتقنها ولتاهله يشارك ببطوله، يعني 50 حره بدك ست شهور تضل عم تدربه ليشارك بسباق اسمه 50 متر حره. هي هالوضع هذا عم يعمل غيره بين الاهالي وبين الاطفال. الطفل يصير بطل على مستوى المحافظه بده سنتين تدريب، صيف مع شتاء. بيجيك الاهل بيشوفوا بمجموعه اني اطفال موهوبين او اطفال مراكز تدريبيه، نحن بندربهم قبل ما يجوا الاطفال على التدريب، عاملين لهم تدريب مثلا 7 الصبح. بشوفوا ليش اولادي انا ما هيك؟ هذول يعني اجدد واحد فيهم عمره 3 سنين عمر تدريبي. لحتى صارت سباحته نظاميه او تقن اربع انواع السباحه. هذا الشيء عم يخلق غيره، وبتمنى الاهل يفهموا ان السباحه عمر تدريبي، عمر طويل. من 3 شهور وممكن يصير بطل. 3 شهور ما بصير يتعلم العوم، يتقن اربع انواع بشكل عادي، ما اني اما ليصير بطل بده سنتين ثلاثه. ونحن بنبلش اتحاد السباحه معتمد بطولات الصغار من 10 سنين. نعمل بطولة للفئة العمرية لعشر سنين، صغار أشبال ناشئين ناشئات شباب وشابات. هدول يعني الصغار اتحاد السباحة بيعتمد أن 100 متر و200 متر الطفل بيتقن للسباحة، بس بيكون عمره التدريبي بيكون عمره 7 سنين أو 8 سنين وله سنتين عم يتدرب عنا لنشركه ببطولة فئة الصغار. يعني في قوانين موضوعه، قوانين موجوده لكن معتمده اتحاد السباحه. حتى نحن ما فينا ناخذ طفل بلا ما نعمل تجارب، كون صار عندنا مدارس كثيره باللاذقيه. تجارب كيف كوتش؟ في عده مدارس باللاذقيه معتمدين سباحه، وعندنا بالمدينه مراكز، وهلا في مسبح الباسل تحت فتح باداره جديده ومسبح ماشي الحال. بنعمل تجارب بطوله محافظه، بندعي عليها كل المسابح اللي عندها مدارس تعليم. من هالمدارس هي ومن هالبطوله بنقي تقريبا بشارك 100 طفل، بدنا 6 اطفال نحن اللي مسؤولين ببطوله الجمهوريه، هيك محدد لنا اتحاد السباحه، محدد للاذقيه مثلا 6 سباحين بكل فئه، لحلب 6 سباحين، للشام 6 سباحين، من 100 طفل نحن بدنا 6 ذكور 6 بنات. بيجي الاهالي بيشوفوا اني والله تفوق عليهم، هذا بيتدرب صبح وبعد ظهر، بعدين بده يصير متفوق بالسباحه بده يتدرب يوميا.
عاملين احنا برنامج يومي في انقطاع بالتدريب. ما في انقطاع بالتدريب. طيب كوتش عم نتابع هيدي الصور، لو تحكي لنا عنها لو سمحت، وين كانت، شو البطولات، شو هذا عم نشوف؟ هذا السباح صلاح زيدان، ابني بيكون هذا صلاح زيدان، من ابطال الجمهوريه وابطال العرب بالسباحه من لما كان عمره 10 سنين. حلو. ولهلا بيتدرب ومشارك بعده بطولات ودورات. هذا السباق بطرطوس، بطوله الجمهوريه ارواد طرطوس السنه الماضيه، طلع ثاني على الجمهوريه ببطوله سوريا. هي كمان بلبنان بنتي جوا زيدان، كمان من هي لقاء البطوله الدوليه للترياتلون والسباحه، هي جوا على اليسار اللي ومنتخب السوري بالسباحه، هذون ابطال الجمهوريه بالسباحه، مصعب بله، تيماء كحيله، مضر حسان، هي ببطوله الجمهوريه باولمبيات الوطني الرابع اللي صار. هي الاستاذ فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام، ومدير الاستاذ ايمن احمد عضو المكتب التنفيذي، والاستاذ احمد فرحات مدير المدينه مع منتخب اللاذقيه، والاستاذ معتز السوسي من كوادر السباحه ومن ابطال السباحه وكره الماء على مستوى العرب يعني. حلو. مع منتخب اللاذقيه اثناء التدريب زياره الاستاذ فراس معلا لمدينه الاسد الرياضيه. حلو. تصور مع سباحي المنتخب اللاذقيه. دفع معنوي جميل. هذا سباق 100 متر فيني انا اقول عنه ولا 50؟ هذا سباق 100 متر حره بالمسبح الشتوي، هي تجارب للسباحين، هي اثناء فتره التدريب. نحن بنعمل لهم تدريب بنحضرهم على البطوله، هذا المسبح الشتوي بمدينه الاسد الرياضيه. هي تجارب اداء للمشاركه نحن بنعمل لهم تجارب للسباحين. هاي صلاح بالاول بالدوره الدوليه بلبنان سباحه وترياتلون، طلع الاول بال 1500 متر حره، والاتحاد الرياضي كرمه هون لنتيجته هي بالبطوله. 1500 متر حره، 1500 متر حره، سباق في البحر بالمياه المفتوحه، طلع الاول فيها. حلو. مسافه طويله وتحتاج الى جهد ونفس ونفس تعب. هو بده يعني له 10 سنين بتدرب، لما كان عمره 9 سنين بطل جمهوريه بالسباحه. حلو. كونه يعني اتينا على ذكر السباحه، يعني سباحه ال 100 متر حتى ان كنت قادر على تاديه هذا ال 100 متر لكن بحاجه الى لياقه، بحاجه الى تدريب نفس، ربما يعني نظام غذائي معين، يعني الحياه كلها بتصير رياضيه. نحن بنعرف السباحه الكل بينصح فيها، يعني بفصلة الصيف الكل بينصح انه سباحي مفيد للجسم ومفيد للمفاصل. نعرف فوائد هذا الموضوع، وشو النظام الغذائي الذي يجب ان يبتعد عنه الانسان يعني تماما؟ بالنسبه للسباحه لها فوائد عديده. اول فائده بتحمي الطفل من الغرق، بعدين بتشدد الدوره الدمويه للجسم، واوجاع الجسم اللي عم يوجعه ظهره ورقبته كذا بينصحوا بالسباحه. الدكاتره كلهم العزميه باللادي او بسوريا كلها، اي واحد بيروح لعندهم بيقول لهم نصيحه مشتركه السباحه. السباحه وبالنسبه للسباحه للتدريب بهالايام صاير مكلف، يعني بده يصير بطل بده يكل غذاء تمرين. نحن بنعتمد بالصيف تدريب كل يوم 10 كيلو متر بيسبح السباح ليصير بطل، ليجيب رقم بال 100 متر حره اللي عم نحكي عليها بده تدريب 10 كيلو متر يوميا، وبيوصل يوميا 12 كيلو متر، وبرنامج غذائي كامل بيعتمد على العصير، على النشويات، على البروتين، اللحومات، السمك، يعني برنامج غذائي مكلف كثير. يعني تقريبا السباح ليصير بطل بكلف باليوم اكثر من 10,000 ليره ليصير بطل على مستوى الجمهوريه. نحكي حاليا بالاداء، يعني السباحه بشكل عام مكلفه للاهل وحتى للاتحاد الرياضي. وهلا نحن عندنا المنتخب الوطني تاع فئه الناشئين معسكر عندنا بالمسبح المدينه الرياضيه، وبيضم خيره السباحين من ابطال الجمهوريه، ملتزمين مع المدرب المنتخب الوطني محمد ماردلي، وفي 7 سباحين وبنتين هذول من ابطال الجمهوريه. ونحن بالنسبه للهدية عندنا الابطال الجمهوريه اللي فازوا عم يتدربوا مع المنتخب عشان يستفادوا منهم ويكونوا نواة للمنتخب الوطني. تمام. هلا التدريب بالنسبه للبطولات، بالنسبه للسنين العمريه الصغيره او حتى الكبيره، التدريب كله عم يتم بالمسابح ام عم يتم بالبحر بالمياه المفتوحه؟ لا، اكثر شيء نحن بنعتمد بالصيف بالتدريب بالمسبح. كون المسبح هو مي حلوه باهلك لتجيب رقم، السباحه بتعتمد على الارقام.
صح. والارقام ما بتجي بالبحر، بالبحر له سباقاته والمسبح له سباقاته، المسافه تدريب 100 200 400 800 1500. لندرب بالبحر في محاولات، سباقات البحر بتجي 20 كيلو 30 كيلو 10 كيلو 5 كيلو، كل سباحه حره يعني، سباحه حره البحر، السباحه الطويله سباحه حره يعني 5 كيلو 10 كيلو 20 30 كيلو، هاي بطولات بيشاركوا فيها السباحين بعد ما بيخلصوا فتره السباحه القصيره، اني ما بقى فينا يسبحوا سباحه قصيره صار عمرهم 20 سنه، بيتجهوا على السباحه الطويله مشان يشاركوا ببطولات، بتصير بطولات عالم على مستوى بطولات عالم، كابري نابولي، ونحن كابري نابولي كثير الاهل سوريا ربحوا بطولة العالم أكثر من سباح، يعني الأستاذ فراس معلم رئيس الاتحاد الرياضي العام بطل عالم، في المرحوم ماهر صالح، مروان صالح، جلال زيدان، كمان زيدان، حسين زيدان، أحمد الحسين بطلنا العالمي، صالح محمد ربح أكثر من مرة، يعني هذول كلهم سباحين أبطال عالم، كانوا سباحين أبطال جمهورية بعدين اتجهوا للطويلة وحققوا بطولات عالم بالسباحة الطويلة، منهم السباح العالمي كمان هشام مصري، بسام مصري، هذول كلهم سباحين كانوا ابطال جمهوريه وابطال عرب بالسباحه القصيره واتجهوا على السباحه الطويله. حلو. كمال زيدان، يعني في عده سباحين كثير طيب تفوقوا بهالمجال. هلا هذا لو سالتك يعني اكثر عن سباحه البحر، نحن عم نشوف اكثر عن سباحه ربما المسابح، نحن عم نحكي بكيلومترات طويله كثيره، يعني عم تقول لي 20 30 40 كيلومتر توصل ل 1500. هلا بالنسبه للسباحه الطويله بتعتمد على التدريب، كل يوم لازم يتدرب السباح 10 كيلومتر لل 20، عنده محاولة 10 كيلومتر دون توقف؟ دون توقف، ما بتوقف، احيانا نحن بيجي السباحين مثل عندنا البطل العالمي صالح محمد كل اسبوع كان يجي اذا عنده بطوله عالم بايطاليا او بكندا او بدول برا او بدبي. بيجي على اللاذقيه بيعمل محاوله من جبل اللاذقيه بالاسبوع بيعملها مرتين، هي مسافتها 20 كيلومتر، بيسبح 20 كيلومتر دون توقف ليشارك ببطوله العالم، اللي مسافته مثلا شو مده المسافه؟ بيعمل محاوله عن مده المسافه. اها نحن اللي عنده مثلا هلا بعتنا اتحاد السباحه عندنا سباحه طويله او عندنا سباق، بنجي ندرب السباحين اللي عندنا بالبحر، سباق ارواد طرطوس 3 كيلومتر هذا كل سنه بيعمله اتحاد السباحه، بنعلم الطلاب اللي عندنا بنعمل لهم محاوله بالبحر 3 كيلومتر. وما بصير يشارك فيه الا ضمن تجارب بيحددها اتحاد السباحه، بده يجيب رقم، بده يجيب بال 1500 مثلا 20 دقيقه ليشارك بال 3 كيلومتر ببطوله الجمهوريه بطرطوس. السباحه القصيره بيحتاج تدريب يومي ل 5 كيلو الصبح و5 كيلو بعد الظهر ليقدر ينافس بهالسباق هذا اللي مسافته 3 كيلو. 3 كيلومتر بدون توقف، دون توقف ويحسب الزمن، ويحسب زمن اللي كان فيه. بحاجه الى تهيئه بنيه جسمانيه جدا قادره على تحمل بدي اسالك، طب الظروف الجويه ما بتلعب دور كثير ربما بالسباقات العالميه؟ يعني اذا شاركوا سباحينا نحن بيعتمد برودة الطقس، يعني رطوبة الطقس بتلعب دور؟ أكثر بطولات العالمية والجمهورية بنعتمد عليها بفصل الصيف. هلا سباق رواد طرطوس كل سنة بصير بطولة الجمهورية بأيار أو بحزيران، بيكون صيف. حتى السباقات العالمية؟ حتى السباقات العالمية كلها بتصير بالصيف. السباقات المفتوحة بتصير بكندا وبالأرجنتين، أحيانا بتحكم بشتاء بس بتكون مياه البحيرة دافية. دافية بيعتمد، هي بتعتمد مع التيار مسافة 80 كيلو بيشاركوا فيها السباحين. طبعا أنا ما ضل غني أتشكرك جزيل الشكر كابتن محمد على قبولك دعوتنا الصباحية وعلى هالحديث اللطيف معك والمشجع لتعلم السباحة بالنسبة لكل الأطفال والكبار في السن. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، كل التوفيق يا رب. شكرا لك.